لتحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف على سبيل المثال الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية من خلال إحياء المناسبات الدينية والوطنية، كما التوجه لمساعدة المحتاجين والتواصل مع أبناء الجاليات الكريمة. والأهم هو تحسين صورة المرأة العربية المسلمة بشكل خاص. ومن هنا كان التوجه بجزء من المساعدات إلى المؤسسات الإنسانية البرازيلية. وهذه الأهداف ما كانت لتتحقق إلا بفضل الأيادي التي تمتد للمساعدة والتي تسير معنا يدا بيد. فبكم نستمر وبكم نعمل.